اهلا بحضراتكم. على مدار الساعات اللي فاتت يمكن نشرت الفنانه دينا صوره ليها بالحجاب على حسابها على انستغرام، وكتبت عليها قريبا فقط، يعني اكتفت بهذا التعليق. طبعا الموضوع لحد كده ما وقفش، الصوره اثارت جدل كبير جدا على السوشيال ميديا، وبنشوفها دلوقتي مع حضراتكم على الشاشه. الصوره دي خلى بقى الناس تسال والمتابعين اكتر عندها، هل فعلا دينا لبست الحجاب ولا لا؟ كثرت الأسئلة كمان حول إن كانت هي الراقصة دينا هتعتزل الرقص من الأساس بعد ارتداء الحجاب أو لا، وهل ده فعلا حقيقي ولا دي مجرد شائعات. تعليقات المتابعين اختلفت، وكانت متباينة الحقيقة بين إن في ناس فعلا خلاص خدت ده يعني وكأنها فعلا أعلنت ارتداء الحجاب وابتدوا يباركوا لها، شكلها لطيف، ناس بقى شكلك حلو، ناس خمنت إنها صورة مجرد صورة لفت النظر أصلا وقالوا لها يا رب ما تكونش صورة علشان الترند ويكون ربنا هداكي بجد. لكن الحقيقة إن الراقصة دينا خرجت ونفت صحة هذا الاعتقاد من الأساس، وقالت إنها لم ترتدي الحجاب وإنه ده دور هي بتجسده في عمل درامي اسمه السيدة زينب. وقالت كمان في تصريحات خاصة لينا في اليوم السابع إنه سر ارتدائها الحجاب هو بسبب اللي بتستدعيه الشخصية وأحداثها، هي بتجسد شخصية في مسلسلها الجديد اللي اسمه السيدة زينب زي ما قلت، ويعني متواصل حتى الآن بالمناسبة كمان تصويره داخل لوكيشن مدينة الإنتاج الإعلامي، ومفيش أي صحة لكل الكلام اللي اتقال عن ارتدائها الحجاب في حياتها الحقيقية. أضافت بقى دينا في خلال تصريحاتها قالت إنه ناس كتير افتكرت إن هعمل شخصية السيدة زينب نفسها، لكن ده كلام كمان مش صحيح. قالت إن المسلسل مكون من 60 حلقة وبيشاركها فيه الفنانة سوسن بدر، وبيتناول المسلسل يمكن كتير من القضايا الاجتماعية والإنسانية كمان بتدور داخل حي السيدة زينب، عشان كده تم إطلاق هذا الاسم عليه وملوش علاقة تماما بشخصية السيدة زينب نفسها. قالت كمان إنها بتجسد شخصية سيدة محجبة ضمن الأحداث، والمسلسل يعني بعيد تمام البعد عن الفكرة الدينية أو يعني لا يحمل أي طابع ديني على الإطلاق زي ما كثير من المتابعين ظنوا، هو سياقه مختلف اجتماعي أكتر وإنساني زي ما هي وضحت. أيضا الفنانة السعودية دينا شاركت في مسلسل كمان البحث عن علا مع مجموعة بقى كبيرة من الفنانين هند صبري، يسرا، شيرين رضا، ندى موسى، طبعا سوسن بدر، وطبعا هو بعتقد يعني استكمال لمسلسل عايزه اتجوز اللي يمكن كان من سنوات كثيره وحقق نجاح كبير جدا جدا. هيعرض ان شاء الله على احدى المنصات قريبا. طيب بعيدا بقى اذا كانت الصوره دي كان يعني من فتره، يعني اللي احنا بنحكي عليها دي فتره مش طويله، لكن في فتره بقى نزلت برضو فيها صوره الفنانه دينا وعملت ضجه كبيره برضو، لكن ده من تداول بعض انباء عن خضوعها لواحده من عمليات التجميل. هم غير لاحظوا تغير في شكل طفيف جدا في ملامحها وكانها اجرت جراحه يعني، لكن يمكن هي طلعت ووضحت الموضوع. بالمناسبه الصوره كانت في حفل افتتاح مهرجان اسوان الدولي لافلام المراه في دورته الخامسه. هي علقت وقالت انها لم تخضع لاي عمليه تجميل، ورجعت السبب انه مجرد يكون في تغيير في المكياج او شكل او طريقه الاضاءه. طيب دي كانت التفاصيل الكاملة لمسلسل السيدة زينب وارتداء فنانة أو الراقصة الاستعراضية دينا للحجاب. شكرا لمتابعة حضراتكم، ما زال عندنا المزيد في تلفزيون اليوم السابع. إلى اللقاء.